Hello everyone and welcome back again. Today we are going to talk about the defining sentence meaning. So today we are going to talk about sentence meaning in general. اليوم راح نتكلم عن معنى الجملة اللي هو يسمونه sentence meaning أكيد in theories of translation. طيب الآن يقول in previous chapter 1 factor which determines the sentence meaning has been discussed. The meaning of the word which make up the sentence. احنا بالبداية حكينا عن معنى الجملة. اليوم راح نتكلم عن معنى الجملة. كنا نحكي عن معنى الكلمة العفو. واليوم راح نحكي عن معنى الجملة. طيب يقول the meaning of the sentence is more than the meaning of its words. اذا معنى الجملة هو اكثر من معنى الكلمة. به توسع اكثر. It also comprises the meaning of the grammatical relations contracted by the words inside the meaning. For example, both one and two have the same words, but the two sentences do not have the same meaning. طيب احنا هسه حاليا راح نكبر الموضوع راح نمشي او راح نتكلم عن مستوى اعلى وهو مستوى جملة يعني راح ناخذ المعنى على مستوى الجملة وليس الكلمة يعني موضوع الكلمة انتهى كنا نحكي مثلا عن البومة كذا معناها فتشي كذا الآن راح نتكلم عن معنى الجملة كاملة فمنطين هنا مثالين يقول The man chased the tiger طارد الرجل تايجر طيب بعدين قال The tiger chased the man شوف إذن بنغير المعنى بنغير الكلمات المفردة يتغير معنى الكلمة بشكل عام إذن اللي يريد يوصله إنه معنى الجملة يختلف عن معنى الكلمة والدليل أننا عندما غيرنا من الفاعل إلى المفعول به The man chased the tiger وقلنا The tiger chased the man إذن المعنى تغير فإذن هذا دليل واضح على أن هناك اختلاف كبير بين معنى الجملة وبين معنى الكلمة المفردة لأن المفردات هي الكلمات نفسها عند تغيير فقط ترتيبها سوف يتغير المعنى فهذا هو المقصود الآن احنا راح نتكلم بعد أكثر عن هذا الموضوع نضيف علي حالات أولا منها حالة المبني للمجهول ايش راح نسوي؟ احنا سدنا نتكلم عن معنى الجملة طيب فأخذنا مثال وقلنا أنه عند تغيير الكلمات تغيير ترتيبها نغير الفاعل بدل الفعل راح يتغير المعنى الآن راح ننتقل إلى grammatical function اللي هو المبني للمجهول الباسيف راح نشوف هل تغيير الباسيف يغير المعنى نأخذ جملة ونشوف يقول The tiger chased the man أوكي. هذا المعنى الأول بعدين قال The man was chased by the tiger هل اختلف المعنى؟ سؤال إليك المستمع تسمعني هسه هل اختلف المعنى؟ جواب لا ما اختلف المعنى نفسه ونفسه أن المان كان مطارد في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية إذن راح نستخلص فكرة معينة أن في الجملة الثالثة The tiger is the subject أوكي؟ طيب والجملة الرابعة That is the subject is also the tiger إذن من الذي قام بالفعل في الجملة الأولى؟ التايجر من الذي قام بالفعل في الجملة الثانية؟ التايجر من الذي وقع عليه الفعل؟ مان والجملة الثانية أيضا مان إذن ملخص هذا النص أن المبني للمجهول على مستوى المعنى لن يختلف في المعنى هذا هو ملخص هذا الكلام